السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم تغيير لبنوتة عمر 4 سنوات. بنعمل توب كات وبنعمله لحد قمر الجيبة، هو أقصر شوية، وبعد كده بنعمل الجيبة بتنزل مفلوش أو منفوشة. دلوقتي هبتدي معاكم. أول حاجة بنعملها بنجيب السنجي ونيجي من تحت البوط وناخد دوران الصدر بتاع الطفلة، يطلع المقاس اللي هو اللي احنا عايزينه زي ما يكون، طبعا 60 مثلا او 50 على حسب حجم الطفلة اللي احنا عاملينه كده. من ورا من تحت الستر من تحت البوط نلف دوران الصدر بالطريقة دي. انا المقاس اللي انا هعمله طلع 50، دوران الصدر طلع 50، يبقى هعمل الجزء الامامي 25 والجزء الخلفي يعني الظهر 25 والصدر 25. بنعمله توب، انا هرسمه دلوقتي واشرحه ازاي. بنجيب بعد ما خدنا المقاس 50 بعمل 25 سنتي زي ما يطلعوا، بعمل عدد سلاسل وبعد كده بقيس بالسنتي السلاسل اللي انا عملتها، عايزه 25 سنتي وهعمل زيهم الظهر. بفضل طالعه كده، انا ببتدي من تحت بعمل السلاسل واطلع بالغرزه اللي انا هعملها مربع كده لحد البوط، لحد تحت البوط بالظبط بتاع الطفله، وبعد كده بسيب جزء من هنا وجزء من هنا بالمقاس طبعا، واروح عامله حماله الجزء التاني حماله، وبعد كده بعمل جزء تاني من ورا اللي هو الظهر نفس ده بالظبط، واروح مقفله الكتاف واقفل الجنبين. يبقى كده ده التوب اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. والجيبه بعد كده هنعملها ان شاء الله، لما اجي اعملها هيبقى ده التوب من فوق، بنعمله لغايه القمر او اقصر شويه بيبين الجزء ده، وهنا ده القمر بتاع الجيبه. وطبعا كل واحد حسب الطول اللي انا اللي هو عايزه. انا هعمل دلوقتي معاكم، انا محتاجه دلوقتي 25 سلسال 25 سنتي، هشوف كام سلسال وهبتدي معاكم الطب. وبتجي طبعا انا جايبه خيط، طبعا هو خيط قطن متغير سيفي، كل واحد حسب القطن اللي هو الخيط القطن اللي هو عايزه. انا عندي الخيط ده كنت جايبه ده شبه الشريط كده خيط قطن، ممكن نستعمل خيط قطن اليس جيفا او بيبس اللي هو الشيله اللي 100 جرام طريه حلوه جدا. بحتاج ابره تنظيف مقص وابره حسب طبعا الخيط اللي احنا هنستعمله. انا جايبه ابره رقم 3. ببتدي بعمل عدد سلاسل، نعمل عقده البدايه وبعد كده بعد 1 2 3 واعمل عدد سلاسل. انا هعمل 46 واقيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اخلص 46 سلسال وارجع لكم. عملت 46 سلسال وانا عايزه 25 سنتي. بجيب السنتي وبقيس السلاسل اللي انا عاملاهم، بحط السنشي على الحرف الحرف السلسال اخر سلسال اشتغلته 25 بالظبط، ده المقاس اللي انا عايزاه. يبقى انا كده عملت 46 سلسال حسب طبعا الفتلة وحسب الابرة وحسب المقاس اللي احنا عايزينه. 46 سلسال عطوني 25 سنتي، بنحط صبعي على اخر سلسال عملته وبرتفع 3 سلسال 1 2 3 وباخد لفة واجي على السلسال اللي انا حاطة صبعي عنده وادخل فيه واعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح العمود اللي جنبه واعمل عمود بلفة. بفضل طبعا احشي كل السطر عمود بلف. انا كده طالعه الطب من تحت، هحشي كل السطر عمود بلفه اللي هم 46 سلسال اللي انا عامليهم الشكل ده عمود بلفه. بفضل كده لحد ما انتهي لاخر سلسال في السطر طريقه جي كده عمود بلفه، كل سلسال
عمود بلفه ده شكله. عمود بلفه بفضل كده لحد ما اخلص كل السطر عمود بلف. بالشكل ده هخلص السطر وارجع له. وصلت نهايه السطر، اخر 3 غرز في السطر عمود بلفه الطريقه دي. اخر غرزه عمود بلفة ده شكله بعد ما مليت العمدين كلها. برتفع 3 سلسال، 1 2 3، وباخد لفة بلف الشغل. انا اول عمود او زي بسيب اول فتحة تقابلني، اول سلسال يقابلني العمود ده، بسيب وادخل على العمود التاني واعمل عمود بلف. باخد لفة وارجع على العمود اللي انا فوته بعمل عليه عمود بلف. هنعمل الغرزة اللي هي حرف الفي، الفي او علامة اكس اللي هي عمود وخلفه عمود تاني. باخد لفة بفوت العمود اللي بعده واخش في العمود اللي بعديه واعمل عمود بلف. وباخد لفة وارجع على العمود اللي انا فوتته وبعمل عليه عمود بلف. ده شكلها حرف الاكس، غرزة سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. باخد لفة وفوت العمود اللي هيقابلني بعديه وادخل على العمود اللي بعده واعمل عمود باللفة. واخد لفة وارجع على نفس العمود اللي سبته فوتته واعمل عمود بلف. بالشكل ده علامة اكس. باخد لفة وفوت العمود اللي هيقابلني بعديه وادخل على العمود اللي بعديه بعمل عمود بلف. باخد لفة وارجع على العمود اللي فوتته اعمل عمود بلف. واخلص السطر بالطريقة دي، افوت عمود وادخل على اللي جنبه عمود بلفة واخد لفة وارجع على العمود اللي انا فوت. باخد لفة وفوت عمود وادخل في العمود اللي بعديه. باخد لفة وارجع على العمود اللي انا فوته. شكلها كده. ودي الغرزة اللي هطلع بيها لحد البوط، ده هيبقى التوب بتاعنا، دي غرزة التوب. باخد لفة وفوت عمود وادخل على العمود اللي بعديه. باخد لفة وارجع في العمود اللي فوته واعمل عمود بلف. لفة عمود هيقابلني بفوته واخش في اللي بعديه. واخد لفة وارجع على العمود اللي انا فوته واعمل عمود بلف. باخد لفة وافوت عمود وادخل على العمود اللي بعده. باخد لفة وارجع على نفس العمود اللي انا فوته بعمل عمود بلفة. زي ما احنا شايفين كده مفيش اي حاجة، بفضل ماشية كل السطر عمود بلفة. واخد لفة وارجع على العمود اللي فوتته. باخد لفة واروح افوت عمود واعمل عمود على اللي بعديه على طول، وارجع على نفس العمود اللي فوتته بعمل عمود بلفة. يعني عمود عكس عمود، يعني بنعمل عمود بنفوت عمود بنشتغل اللي بعديه. وباخد لفة برجع على عمود اللي فوتته وادخل في اللي قبله عشان يديني علامة الاكس، علامة الفيجي في اللي الحساب اللي هي علامة في. ده شكلها. باخد لفة بفوت عمود وادخل اللي جنبه واعمل عمود بلفة. باخد لفة وارجع على العمود اللي فوتته واعمل عمود بلفة. باخد لفة وافوت عمود واشتغل على اللي جنبه. باخد لفة وارجع على نفس العمود اللي فوتته، لفة وافوت عمود واشتغل عمود بلفة.
واخد لفة وارجع على العمود اللي فوتته بشكلها، باخد لفة وكمل نهاية السطر بنفس الطريقة، مش بغير حاجة فيها، بفوت عمود وادخل على اللي جنبه، باخد لفة وارجع اعمل عمود بلفة، باخد لفة وفوت عمود وادخل على العمود اللي جنبه واعمل عمود بلفة، باخد لفة وارجع على العمود، باخد لفة ونفوت عمود واشتغل على اللي جنبه، باخد لفة وارجع على نفس العمود واعمل عمود بلفة على اللي انا فوته. وصلت كده لنهاية السطر الطريقة دي، بفوت عمود واشتغل عمود، باخد لفة وارجع على نفس العمود اللي فوتته، باخد لفة وفوت عمود واشتغل عمود، واخد لفة وارجع. طبعا كده وصلت نهاية السطر في التلاتة ثلاث الارتفاع اللي هما في الاول، باخد لفة واعمل على حرف السلاسل عمود بلفة عشان تديني شغل طلع كده مربع طريقة كده زي ما احنا شايفين كده. زي ما بدأت هنا نهيت العمود البداية، ان هنا عملت عليه عمود بلفة على حرف السلاسل، بقى ده شكله. بعد ما وصلت لنهاية السطر وخلصت السلسال واشتغلت التلاتة على سلاسل الارتفاع عمود بلفة، برتفع تلاتة سلسال، واحد اتنين تلاتة، باخد لفة والف الشغل. هي اوريدي كده الغرزة بنت نفسها وباينة اهي، هفوت العمود الاولاني في الغرزة وادخل على العمود التاني واعمل عمود بلفة، واخد لفة وارجع على اللي انا فوتته واعمل عمود بلفة. هي هتبقى كده فوق بعض الغرزة زي بعضيها كلها، باخد لفة وافوت عمود، هي الغرزة اهي، بفوت عمود وادخل على العمود التاني واعمل عمود بلفة، واخد لفة وارجع على نفس العمود اللي فوتته واعمل عمود بلف طريقة كده. يعني هي الغرزة تحت اهي، ببني عليها واحدة تاني فوقيها، باخد لفة وافوت عمود وادخل على اللي جنبه واعمل عمود بلفة، واخد لفة وارجع على نفس العمود اللي فوتته واعمل عمود بلف، باخد لفة وافوت عمود من الغرزة وارجع على نفس العمود تاني اعمل عمود بلفة، باخد لفة وافوت عمود. ما احنا شايفين كده، ده باخد لفة اخش العمود اللي بعده وارجع على نفس العمود اللي فوت بشكلها طريقة كده. بفضل كده ماشية، هطلع كل الغرزة بالطريقة دي، مش هعمل اي حاجة تاني غير الغرزة دي، طول ما انا طالعة هتبقى بنفس الطريقة كده فوق بعض، باخد لفة وارجع على نفس العمود اعمل عمود بلفة، باخد لفة اشتغل عمود بلفة وارجع على نفس العمود، خد لفة وارجع بالشكل ده، بفضل طالعة كده عمود بلفة وارجع على نفس السطر اللي انا فوتته العمود، ارجع عليه عمود بلف لفة وارجع واعمل اللي فوت عمود ونرجع عليه نعمل عمود بلف، نفوت عمود ونروح للي جنبه وناخد لفة ونرجع على العمود اللي فوتنيه نعمل عمود بلف، ده شكله طريقة كده. هنطلع كده كل السطر العرض اللي احنا عايزينه لحد البوط بتاع الطفل. طريقة كده بفضل شغالة لغاية نهاية السطر، باخد لفة وارجع اعمل عمود بلفة
الأرجل بياخد لفة وادخل العمود افوت عمود والعمود اللي جنبه وارجع على العمود اللي انا فوتته بفوت عمود واشتغل عمود على بلفة وارجع على العمود تاني بياخد لفة اشتغل عمود بلفة فوت عمود بروح راجع عليه اعمل علامة الاكس بياخد لفة هيقابلني اخر غرزة عمود بلفة وياخد لفة وارجع العمود اللي انا فوتته بياخد لفة هيقابلني سلاسل الارتفاع بيجي على حرف السلاسل واروح عاملة عمود بلفة. يبقى انا كده نهيت الشغل زي ما بديته، تلاتة سلسلة من هنا نهيته هنا برضو على الثلاث سلاسل عمود. بكرر السطر تاني بعمل تلاتة سلسال واحد اتنين تلاتة واخد لفة بلف الشغل وهيقابلني اول عمود بفوته اهي الغرزة، الغرزة اهي زي ما احنا شايفينها حرف الاكس بفوت اول عمود واجي التاني بعمل عمود بلف نفس الطريقة كده فوت اول عمود برجع اشتغل عليه عمود باخد لفة واروح الغرزة اللي بعديها حرف الاكس التاني هو بفوت اول عمود بدخل على التاني اعمل عمود بلفة وارجع اللي انا فوتته بعمل عليه عمود بلفة باخد لفة وفوت عمود واكمل اعمل عمود بلفة. هيبقى ده شكلها هنطلع بيها، ده كده التوب هفضل كده طالعة مش هغير اي حاجة، حرف الاكس ده هطلع بيه كده لحد العرض اللي انا عايزاه بتاع التوب لحد البوت بتاع التفلة اللي انا وريتهولكوا في الرسمة اللي هو ده الجزء ده اهو، ده اللي انا طالعة بيه اهو المربع ده لحد البوت تحت البوت من هنا، وبعد كده هطلع بالحمالات اخلص الجزء العرض اللي انا عايزاه المقاس اللي انا عايزاه بالظبط وهرجع اعمل معاكم البوت. انا كده وصلت للعرض اللي انا عايزاه، طلعت كده من الغرزة لحد ده كده لحد بوت التفلة ده كده تحت لحد تحت البوت بتاع التفلة. هنعمل هنا هنفوت جزء من هنا قد جزء من هنا وبعد كده هنعمل حمالة محملة قصاد بعض ويفضل الجزء ده بتاع الرقبة والظهر هيبقى نفس النزول. انا كده خلاص قفلت العرض اللي انا عايزاه ده كده الطول من تحت البوت لحد البطن بتاعت الطفلة قبل القمر بتاع الجيبة، ونبتدي نعمل نفوت جزء. انا كده خلصت السطر بعمل حشوة او بعمل سلسال ارتفاع وبروح داخلة اول عمود جابني وبعمل منزلقة. انا مش هشتغل عليه غرزة، انا هعمل منزلقة عشان لحد ما اقفل جزء من هنا وبتجي اعمل الحمالات. هنعمل بعدد الغرز كده قفلت وحدتين، طبعا اول سلسلة الارتفاع اهو موجود هنقفل واحدة وهنقفل التانية لحد حرفها وراح عاملة تلاتة سلسال واخد لفة وبتجي اشتغل الغرزة تاني بشتغل جزء حسب ما انا عايزة الحمالة، عايزاها عريضة هعمل مثلا واحدة حرف الاكس ده واحد اتنين تلاتة اربعة على حسب ما انا عايز. انا هنا هعمل تلاتة مش عايزة الحمالات عريضة، هعمل الغرزة هشتغل الغرزة عاجي اخد لفة واخد لفة وارجع اعمل العمود بلفة بشتغل الغرزة اللي انا شغالة بيها عاجي بعمل اتنين اجي اشتغلت واحدة شغلت واحدة اشتغلت التانية اعمل التالتة بفوت عمود واشتغل عمود وارجع على نفس العمود. يبقى انا كده ده عرض العمود اللي الحملات اللي انا عايزاها اشتغلت تلات وحدات باخد لفة وباجي على الوحدة الرابعة بروح عاملة على الحرف اول عمود جاوني بعمل عشان اقفل عمود من هنا زي ما عملت سلاسل الارتفاع من هنا عشان تطلع الحمالة حتة واحدة ارتفع تلاتة سلسال بلف الشغل بكمل بمشي على الحمالة اللي انا عاملاها باخد لفة بفوت اول عمود
وبشتغل على العمود التاني عمود بلفة، واخد لفة وارجع اعمل حرف الاكس على نفس الورصة، باخد لفة فوت عمود واشتغل عمود، باخد لفة وارجع اعمل عمود بلفة واكمل. انا بشتغل كده الحمالة، فوتت جزء من هنا، باخد لفة وارجع تاني، هيقابلني سلاسل الارتفاع اللي في الاول، باخد لفة واعمل على حرف السلاسل الحرف اول سلسلة يقابلني، بشتغل عليه عمود بلفة. يبقى كده انا نهيت السطر اللي هو عرض الحمالة اللي انا بعملها بالراحة كده عشان هي الغرزة ضيقة. بروح طالعة اشتغل عمود بلفة، ده عرض الحمالات اللي انا بعمله. مرتفع ثلاثة سلسال، واحد اتنين تلاتة، لفيت الشغل بشتغل على الحمالة لحد الطول اللي انا عايزاه من الحمالة عشان هعمل قصادها من الظهر، متبقاش طويلة اوي، بشوف كده عشان احنا كده ده البوط، احنا كده ده البوط بتاع الطفل عشان متبقاش الحمالة واسعة وتسقط منها، بنعملها مقاسها معقول. يعني انا كده طالعه بالطول بتاع الحمال، بعمل عمود وارجع تاني اعمل عمود، هيقابلني سلاسل الارتفاع، بعمل عمود لفه وانزل على حرف السلسال اعمل عمود بلف، اكمل تاني بعمل ثلاثه سلسال واثنين ثلاثه، واخد لفه والف الشغل واجي على اول وحده هتقابلني الحرف الاكس، بفوت عمود واعمل على العمود التاني عمود بلفة، باخد لفة وارجع اكمل بقيت حرف الاكس، باخد لفة وفوت عمود واعمل عمود التاني العمود وارجع اخد لفة وارجع اعمل عمود على العمود اللي انا فوت، باخد لفة واعمل عمود بفوت عمود واعمل عمود، باخد لفة وارجع اكمل العمود اللي انا سبته، باخد لفة هيقابلني سلاسل الارتفاع، باخد لفة على حرفهم بعمل عمود بلفة. انا كده طالعة شكلها باين، دي الحمالة بتاعت التوب، بعمل تلاتة سلسال اتنين تلاتة، باخد لفة واعمل عمود بلفة، بفوت عمود باخد لفة وارجع على العمود اللي فوتته وبكمل الغرز، باخد لفة وادخل العمود حفوت عمود واعمل العمود اللي بعده، باخد لفة وارجع على نفس العمود واعمل عمود بلفة، باخد لفة بفوت عمود واقفل عمود، باخد لفة وارجع اكمل. طبعا انا بحدد الطول اللي انا عايزاه عشان انا هعمل زيه الناحية التانية. كده انا خلاص مش عايزة اطول تاني، مش عايزة اطول البط تاني عشان ما يبقاش واسع ويقع من الطفل. كده بط اهو، بنقفل سلسال ونقطع الفتلة. يبقى انا كده خلصت جنب من التوب بطريقة كده، هعمل نفس اللي عملته هنا هعمله الناحية التانية، هفوت وحدتين هعمل سلاسل ارتفاع، بخش طبعا هعمل معاكو الاول اهي، بنقفل الفتلة بندخل بيها في حرف السلاسل اللي هي الارتفاع، ممكن نربطها او نسيبها، انا بدخل بيها تحت الشغل، عملت سلسال بدخل على كل غرزة تقابلني واعمل منزلقة زي ما عملت هنا الحرف ده، بعمل منزلقة عشان ايه ادخل اعمل الجزء التاني بتاع البوت، عملت منزلقة جنبيها منزلقة بعجيها لحد ما اوصل زي وحدتين اللي انا مقفلاهم في الاول، هقفل زيهم في الجنب التاني. انا كده قفلت اتنين اهو حرف اكس اهو، حرف اكس اهو قفلتهم زي ما عملت هنا اهو،
مقفلة هنا اتنين، قفلت هنا اتنين، بعد كده برتفع تلاتة سلسال، واحد اتنين تلاتة، وباخد لفة واشتغل. هتقابلني هو الحرف الاكس اهو، بفوت اول عمود واشتغل العمود التاني، باخد لفة وارجع. ما ننساش احنا هنا شغالين كام واحدة على العرض، واحد اتنين تلاتة، تلات وحدات بجانب سلاسل الارتفاع من ناحيتين. يبقى انا اشتغلت اول واحدة، بشتغل وحدة تانية اللي هي حرف الاكس، بفوت عمود واشتغل على العمود اللي جنبه، وارجع اشتغل على العمود اللي فوته. بشتغل التالتة، بفوت عمود واشتغل عمود، وارجع اشتغل على نفس العمود اللي فوته. بعد كده بيجي على الرابعة، بروح عاملة عمود بلف عشان اقفل من هنا زي ما بدأت من هنا. سلاسل الارتفاع يبقى هنا زي هنا، ويبقوا الاتنين دول زي بعض. لو حطينا دول على دول هنلاقوهم مقاس واحد. الاتنين اللي قفلتهم في الاول اهم، والاربعة والتلاتة اللي هم عرض البوت اهم. هطلع طبعا ده الحمالة، هطلع زي دي بالظبط. اعمل تلاتة سلسال، واحد انا لفيت الشغل، واحد اتنين تلاتة، واشتغل وحدة حرف اكس. هتقابلني اهي، بس بفوت عمود واشتغل عمود، وارجع تاني على الحرف اللي انا فوتته، اعمل عمود بلف، بياخد لفة، وفوت عمود واشتغل اللي بعده عمود بلفة، وياخد لفة وارجع على اللي فوتته، اعمل عمود بلف، بياخد لفة وفوت عمود، وروح للي جنبه اعمل عمود بلفة، بياخد لفة وارجع على اللي فوتته، اعمل عمود بلفة، بياخد لفة. هيقابلني سلاسل الارتفاع، هشتغل على حرفهم عمود بلفة. يبقى انا كده قفلت الحمالة من ناحية جي زي جي. بعمل تلاتة سلسال، بلف الشغل، وهعمل الغرزة الجديدة حرف الاكس. هيقابلني بفوت عمود واشتغل اللي جنبه عمود بلفة، باخد لفة وارجع اشتغل عمود بلفة اللي فوتته، باخد لفة وفوت عمود، بشتغل على اللي جنبه عمود بلفة، باخد لفة وارجع اعمل عمود اللي فوتته، باخد لفة بفوت العمود، اشتغل اللي جنبه حرف الاكس، برجع تاني اشتغل العمود اللي فوتته. هيقابلني سلاسل الارتفاع، باخد لفة وعلى حرف السلسال بشتغل عمود بلفة. يبقى انا كده قفلت الحمالة من الناحية التانية، بفضل برضو شغالة لحد ما اوصل للطول اللي انا عاملاه ده. اطلع كده زي ما انا شغالة هنا، بطلع بنفس العدد، بشتغل تلاتة سلسال، واحد اتنين تلاتة، باخد لفة والف الشغل واعمل. هيقابلني السلاسل اهي اللي حرف الاكس، اول عمود بفوته بشتغل اللي جنبه، باخد لفة وارجع اكمل حرف الاكس، باخد لفة وفوت عمود، واللي جنبه اعمل عليه عمود، باخد لفة وارجع عمود، باخد لفة واروح افوت عمود واشتغل اللي جنبه، باخد لفة وارجع اكمل حرف الاكس، باخد لفة. هيقابلني سلاسل الارتفاع، بشتغل حرفهم عمود بلفة، برتفع تلاتة سلسال تلاتة، بركز طبعا زي ما قلت عشان نشوف المقاس ده زي ده بالظبط. ممكن نعد الوحدات او نقيس على بعض. باخد لفة، هتقابلني اول سلاسل اللي هي الحرف الاكس، بفوت اول عمود اشتغل على جنبه، وارجع اللي فوتته اعمل عمود بلف، لفة وفوت عمود اشتغل عمود بلفة، وارجع عمود بلف، باخد لفة وفوت عمود اشتغل عمود بلفة، باخد لفة وارجع اكمل العمود اللي انا فوتته، باخد لفة. هيقابلني سلاسل الارتفاع، بشتغل على حرفهم عمود بلفة، بقيس طبعا عشان العدد ما سرحش مني وزيد. لا كده بالظبط اهو، ده الطول اللي انا عاملاه. بخلص كده نهايه الشغل، بخلي فتله عشان هخيط وبقطعهاش، بخلي فتله حلوه كده وبقطع
عشان هخيط لما اعمل الجنب التاني. يبقى انا كده خلصت جنب من الثوب، الظهر او الصدر الاثنين هيبقوا زي بعض. انا كده عملت ده، هعمل اخوه بالظبط بنفس المقاس والعدد، مش هزود حاجة، والاتنين هيتقفلوا قصاد بعض من الكتاف ومن الجنبين، ويبقى ده الطب بتاع التاير. وبعد كده نعمل الجيب. يعني انا محتاجة دلوقتي واحد زي ده بالظبط، نفس المقاس ونفس العدد زي ما احنا شايفين. هخلص الجنب التاني وهرجع اقفله معاكم. كده خلصت جنب تاني، دي بقى عندي جنبين الظهر والصدر، بحط الاثنين على بعض وبإبرة التنظيف. انا سايبة هنا فتلة في الحمالة عشان اقفل بيها. طبعا هنقفل وبعد كده نقلب الشغل، يبقى ده ظهره. عندي إبرة التنظيف، بجيب الكتاف على بعض. طبعا لو في اي خيوط زيادة بداريها في الخيوطة. باخد بدخل الغرزة قصاد الغرزة بإبرة التنظيف كده زي ما احنا شايفين، كل غرزة قصادها غرزة عشان يطلع شغلنا مرتب ونظيف. واحاول اداري الخيط اللي انا قصاده الخيط نهاية الشغل، الفتلة دي بدخلها تحت الغرز عشان متبانش، وبفضل غرزة قصاد غرزة زي ما احنا شايفين. بنمكن احنا كده الكتف، بداري الخيط بإبرة التنظيف، غرزة قصاد غرزة. طبعا بعمل الجنب التاني كده والجنبين بتوع التوب بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر الحرف، بثبت عليها طبعا، بدخل تاني وداري الفتلة اللي هي طالعة دي، بدخل كده من حرف السلاسل في بعض عشان اقفل كويس. بنحاول نوسعها عشان هي السلاسل ضيقة. وكده انا خلصت، بحاول اعمل عقدة كده واقفل كده. خلاص خيطته، بروح داخلة بالابرة كده ما بين الغرز عشان اداري الخيط ومقطع الفتلة ما تبقاش فيها حاجة ظهر. بحاول كده ابقى داري بين الغرز عشان ما تتبانش الفتلة. كده خلاص خيطته، بروح قصة كده لما اقلبه الناحية التانية، الغرزة قصاد الغرزة. طبعا بقفل الجنب التاني على نفس النظام كده، والظهر برضو بداري الخيوط. ممكن اربط الفتلتين دول مع بعض النهايات، وراح قافلة عليهم برضو، اخيط عليهم وانا بخيط اروح مدرياهم تحت الخيط، واروح داخلة بالفتلة من على حرف الشغل بالراحة كده. بدخل تاني بنفس المكان عشان ما تفلتش، وممكن نعقدها لو احنا حابين كده. وانا عامله اعمل عقدة احسن عشان ما تقدرش تتخلع مني بالطريقة دي. تروح ماشية على الخيط اللي هو الفتل الزيادة دي، باخدها كده بالراحة واحاول اثبتها تحت الغرز بالشكل ده. بدريها في قلب الخيط واعمل الغرزة قصاد الغرزة زي ما عملت الجنب التاني. ممكن نقصها خلاص كده عشان ما تبقاش كتير متكلكع معانا. بفضل برضو اكمل الغرزة قصاد الغرزة، الغرزة قصاد الغرزة لحد ما اخلص خيوطة السطر والكتف بتاع التوب.
بالراحة هي كده. ندخل غرزة قصاد غرزة لحد ما اوصل للنهاية. بدخل انا في حرف السلاسل عشان اثبتها. احاول اوسع لحد ما تطلع معايا الابرة. زي ما احنا شايفين الابرة بتاعت الطنجيه بتبقى تخينة من تحت عشان احنا ندخل فيها الخيط. عشان نعرف ندخل فيها الخيط لازم تكون واسعة كده. بنحاول نثبت تاني حرف ونعمل عقدة معانا. بنخش من نص الخيط بنخيط يعني ايه ونثبت كمان مرة عليه بالطريقة دي. خلاص كده خيطته. بحاول ارجع في وسط الغرز زي ما عملت الجنب التاني عشان اداري الفتلة متبقاش باينة من الخيط بتطلع من قلب الشوح. وراح اقطع الفتلة وكده انا ثبت البطين اللي هما الكتفين بالشكل ده. ده الظهر الوش وده الظهر طبعا. وانا على الظهر برضو بروح قافلة الجنبين الجنب ده والجنب ده. باجي هنا مع الحرف او بأدخل لجوه شوية على حسب ما انا عايزة المقاس. ممكن اربط الفتلة مع عقدها عشان ما تخرجش من الخيط. وروح داخلة من وسط الغرز واقفة الغرزة قصاد غرزة زي ما عملت في الكتف بنفس الطريقة. بمكن ايه الجنبين بفضل كده. اخلص الجنب ده واعمل زيه الجنب ده وكده التوب بتاعنا خلص. يبقى فاضل لنا الجيبة. هخلص الجنبين خياطة وارجع لكم. كده خلصت خطة الجنبين طريقة دي والكتفين. بقلب التوب على وشه الخياطة طبعا من جوه وكده. طبعا احنا كل واحد على حسب ما هو عايز. فين نطول الباط يعني نوسع الباط شوية بنروح مطولين الحمالة بتاعت الباط دي. نبقى التانية زيها. لو حد حابب البوتش يبقى مصغير كده ما يوسعش ويعمل المقاس ده. واللي حابب يطول البوتش وسعه بيزود في العدد. واحنا طالعين من البدايه واحنا بنشتغل قبل ما نقفل الكتفين بنطول البوت زي بعض. وده التوب بتاعنا. ان شاء الله هعمل الجيبه وده اللي في الصوره وانا شرحته بنفس الطريقه اهو. فاضل الجيبة ان شاء الله. هعمل لكم فيديو تاني ليها. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هكمل معاكم الجزء التاني تغيير اللي هي هنعمل الجيبة بعد ما خلصنا الطب بالشكل ده. الفيديو الاولاني هعمل معاكم الجيبة. اول حاجة بنعملها بناخد دوران الوسط بتاع التفلة اللي هنعملها الجيبة. طبعا دوران الوسط مش بنعمله ضيق قوي يعني هو يعني نسيب كده يعني بروح عشان احنا هنعمله واسع شوية عشان هنعمل رباط
نربط بيه الجيبه من قدام. بنبتدي، انا عندي المقاس اللي هعمله 55 سنتش، فبعمل عدد من الغرز وبحط الغرز على السنتش اللي انا المقاس اللي انا عايزاه. بعمل الجيبه دوران، يعني بعمل مقاس دوران البطن، هعمله سلسال طويل وهقيس عدد السنتش اللي انا عايزاه اللي هو 55 سنتش. فببتدي بعدد من الغرز بعمل عقدة البداية وبعمل عدد وقيس 1 2 3. هعمل مثلا 100 سلسال وهقيس وهرجع اقول لكم عملت قد ايه. انا كده عملت 100 سلسال زي ما احنا شايفين، حطيتهم على السنتش. انا محتاجة مقاس 65 سنتش، بحط على السنتش، اعمل عدد السلاسل وبقيس على السنتش لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه بتاع دوران الوسط. انا عايزه 55 بالظبط، 55 يعني 100 سلسال عملوا لي 55. ببتدي بالراحه كده اروح مظبطه السلاسل كده، افضل افرد فيها كده عشان انا همشي عليها عمدين عشان ما تبرمش معايا. بفضل كده عشان انا وانا بحشيها عمدين ما تلفش مني، واروح جايه الابره زي ما هي على الفتله كده على الابره، واروح جايه عند اول غرزه عملتها وبقفل بمنزلقه. يبقى انا كده قفلت السلاسل 100 دايره عملتهم منزلقه طريقه كده. ده الوسط اللي انا عايزاه. بعد كده برتفع 3 سلسال، 1 2 3، باخد لفه على كل سلسال من اللي انا قفلتهم دول، اعمل عمود بلف، بلف كل السلاسل عمود بلف بالشكل ده كده، واظبط كده السلاسل عشان ما تبرمش مني. دي كده بداية الجيبة وده الوسط بتاع الجيبة. بحشي كل سلسلة يقابلني شكل ده كده، امشي كل الدايرة دي كلها الفها عمدين، اخلص العمدين وارجع لكم. بعد ما لفيت الدايرة كلها عمدين بالشكل ده وصلت للبداية، سلسل الارتفاع اللي في البداية، بيجي على حرف العمود وبقفل بمنزلقة. بيجي كده نحط ماركر عشان كده نعرف نجيب بداية الجيبة من هنا، عشان لما ننهيها ننتهي عند المركب كده. عن الدايرة ان انا عملتها لعمدين، السلاسل حشيتها عمدين بالطريقة دي. مرتفع 3 سلسال بعد ما قفلت بمنزلقة، 1 2 3، واعمل 2 سلسال تاني، 1 2، واروح واخدة لفة بفوت 2 عمود، واحد التاني، وبدخل على التالت اعمل عمود بلف بالشكل ده. بعمل 2 سلسال واخد لفة وفوت 2 عمود، وفي التالت اعمل عمود بلف. بعمل 2 سلسال، 1 2، وفي التالت بفوت 2، 1 2، وفي التالت اعمل عمود بلف. بعمل 2 سلسال واخد لفة وفوت 2 سلسال من تحت، السلسال اللي على حرف العمود، اجي واحد والتاني، وبدخل في التالت اعمل عمود بلف. بعمل 2 سلسال زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واخد لفة بفوت 2 عمود، اجي عمود التاني وبدخل على الحرف التالت اعمل عمود بلف، وافضل ماشية لحد ما اوصل الماركر من الناحية التانية بالشكل ده اللي احنا شايفينه. باخد لفة ونفوت 2 عمود، اجي 1 2، وبدخل على التالت اعمل عمود بلف. بعمل 2 سلسال. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان ده انا ده حرف الجيبة القمر، وده اللي هدكك فيه شريط من قدام، يعني ممكن نعمل منه فيه رباط من نفس السلسال من نفس الخيط، نعمله رباط للجيبة او نعمل شريط ستان، كل واحد حسب رابط. يعني انا بقول لكم الفكره بتاعت المربعات دي ان احنا هندكك فيها الحزام اللي هنربط بيه الجيبه،
بنضيق ونوسع منه كده. عملت 2 سلسال بياخد لفة بفوت 2 عمود، اجي واحد 2، وعلى التالت اعمل عمود بلفة، 2 سلسال واخد لفة بفوت عمودين، على التالت اعمل عمود بلفة، بعمل 2 سلسال بياخد لفة وفوت 2 عمود، والتالت عمود بلفة، بعمل 2 سلسال بياخد لفة وفوت 2 عمود، اجي 1 2، وفي التالت اعمل عمود بلفة 1 2، واعمل افوت 2، وعلى التالت واكرر اللي انا بعمله بالطريقة دي كده لحد ما اوصل للنهاية للناحية التانية. اخلص الدايرة دي وارجع لكم. وصلت لنهاية الدايرة، عملت 2 سلسال وفوت 2 عمود وعملت عمود، اخر حاجة عملت العمود وعملت 2 سلسال هيقابلني سلاسل الارتفاع. انا كنت عاملة 3، بعدين عملت الاتنين، بعدين عمود فوت 2 عمود وعملت عمود، فالاتنين اللي انا سايبهم من هنا هاجي هفوت 3 سلاسل من هنا واجي اروح قافلة بمنزلقة. يبقى احنا كده سلاسل الارتفاع اهي، والاتنين اللي انا كنت زودتهم انا عملت 5، عملت 3 عمود، والسلسلين اللي انا فضتهم من هنا هما دول اللي انا بفاصلهم ما بين المربعات دي. وده بقى شكلها كده، وصلت للمركر وقفلت بمنزلقة بارتفاع 3 سلسال، 1 2 3، وبيجي على كل سلسال يقابلني اعمل عمود. انا هنا مفوتة 2، عاملة 2 سلسال اروح عاملة فيهم 2 عمود، وعلى كل عمود يعملني اعمل عمود. يعني انا بكرر السطر الاولاني ده بعيده تاني، بقفل الفراغات دي بقفلها عمدين بنفس الطريقة كده، كل عمود بعمل عليه عمود بنفس العدد مش بزود. يعني انا مفوتة 3 سلسلين مفوتة عمودين، بروح عاملة 2 سلسال وكل عمود يقابلني بعمل عليه عمود، برجع تاني احشي العمدان تاني زي ما هي. يبقى احنا كده على كل سلسال عاملينه هيقابلنا نعمل عليه عمود بلف، بنحشي كل السلاسل عمدين، وبنشتغل برضو على العمود اللي احنا قافلين بيه ده، نحشي كل عمود. بفضل كده الشكل بتاعه بملى كل لغاية ما اوصل للحرف الماركر من الناحية التانية. وصلت كده لنهاية العمدين زي ما احنا شايفين، حشينا كل الفراغات. انا مفوتة 2 سلسال عملت فوقهم 2 عمود، واشتغلت عمود على عمود لحد ما وصلت لنهاية السلاسل الارتفاع، وبقفل بمنزلقة. يبقى انا كده قفلت دايرة جي بداية الجيبة بتاعتنا، ده كده الوسط. وهنا قلنا هنركب شريط هندكك بيه هنا، وهنزل بالغرزة بتاعتنا. نبتدي هنعمل غرزة الزجزاج او غرزة موج البحر، هي كلها عمدين مفيهاش اي حاجة. نرتفع 3 سلسال وباخد لفة، واول عمود جابني هعمل عليه عمود، اعمل اللي جنبه عمود، 2 3، يبقى كده 4 بسلاسل الارتفاع، يبقى كده 4 عمود بلفة. على كل عمود بعمل لفة، والعمود اللي بعديه هعمل عمود سلسل، وانزل في نفس المكان تاني اعمل عمود. يبقى انا كده عملت حرف في بالطريقة دي، دي بداية الغرزة. عملت 4 عمود، وبعد كده العمود اللي بعديه عملت عمود سلسال، عمود في نفس المكان اللي هو حرف الفي اللي احنا شايفينه ده، باخد لفة وعمل 4 عمود. يبقى بعمل حرف الفي قبليه 4 عمود وبعديه 4 عمود، 2 3 4، وبعد كده بعمل عمود وباخد لفة وبفوت عمود من تحت، وبعمل عمود الناحية التانية. يبقى انا بعمل حرف في هنا، هنا عملت 2
عمودين في عمود واحد وبينهم سلسين، هنا بفوت عمود وبعمل اثنين عمود كده بالطريقة دي، يعني جي عكس جي، ده حرف في من فوق 7 على فوق، وجي كده كأنها 8 على تحت، دي اللي هتديني الزجزاج بتاع الجيب. بكمل 4 عمود، اجي 1 2 3 4، وراح عاملة حرف الفي التاني اللي هو الاولاني اللي هو ده، بعمل واحد كده وواحد كده عشان بس ما نلخبطش، نبقى عارفين احنا هنمشي ازاي. يبقى احنا دي عملنا ده، الدور بقى عامله ده، يبقى نعمل حرف الفي، نعمل عمود سلسال، وانزل تاني اعمل عمود في نفس المكان، واعمل 4 عمود، 1 2 3 4، المرة دي هعمل حرف الفي اللي هو اعمل عمود واخد لفة وافوت عمود واعمل العمود اللي بعديه اللي هي 8 زي ما احنا شايفين كده، ده 7 كده حرف في 7 وده كده 8، ده اللي هيديني الزجزاج. ودي تأسيس الغرزة هي، بس اللي اول حاجة هو اللي فيها التقسيمة، بعد كده هتمشي لوحدها الغرزة، هنمشي على هنبني عليها كده، مش هنزود ولا نعمل اي حاجة تاني. اكمل 1 2 3 4، واعمل حرف الفي اللي هو 7 ده، اعمل عمود سلسال عمود في نفس المكان، واكمل بقية السطر، اعمل 4 عمود، 1 2 3 4، المرة دي هعمل حرف الفي اللي هو 8 اللي هو ده، انا هنا اهو عملت 7 الحرف الفي، هعمل حرف الفي اللي هو بفوت عمود، بعمل اول عمود باخد لفة وفوت عمود وعمل عمود اللي هيقابلني بعدين طريقة كده. بنكمل، اجي 1 2 3 4، انا هنا عملت الحرف الفي اللي هو 8، هعمل حرف الفي اللي هو 7 اللي هما 2 عمود في مكان واحد ما بينهم سلسال، اجي عمود سلسال وانزل في نفس المكان اعمل سلسال عمود بلف، باخد لفة واعمل 4 عمود، اجي 1 2 3 4، هنا عملنا حرف الفي اللي هو 7، هعمل 8، انا هعمل عمود واخد لفة وفوت عمود واعمل عمود اللي بعدي طريقة كده، يعني ده كده وده على تحت 7 8، بعد كده بعمل 4 عمود، اجي 1 2 3 4، هنعمل عمود هنا، عملنا 8، هنعمل حرف الفي اللي هو عمود سلسال عمود في نفس المكان، واكمل السطر، 1 2 3 4، عمود بلفة، هنا هنعمل حرف الفي اللي هو 8 اللي هو عمود، واخد لفة وفوت عمود واعمل عمود اللي بعديه اللي هو 8، بعمل 4، 1 2 3 4، ابص برضو اتأكد، اعمل عمود اللي هو حرف الفي 7 اللي هو عمود سلسال، واعمل عمود في نفس المكان ترقش، باخد لفة واعمل عمود، 1 2 3 4، بتأكد برضو احنا المرة الجاية هنعمل ايه، هنعمل حرف الفي اللي هو 8، اجي
باخد لفة وفوت عمود واعمل عمود واكمل. واحد اتنين تلاتة اربعة، برضو هشوف انا هعمل ايه. عملت حرف الفي اللي هو التمانية، هعمل حرف الفي السبعة اللي هو عمود سلسال عمود. كمل اجي واحد اتنين تلاتة اربعة، نعمل حرف الفي اللي هو التمانية اللي هو عمود، باخد لفة وافوت عمود واعمل العمود اللي بعده بالشكل ده. اكمل واحد اتنين تلاتة اربعة، اعمل عمود اللي هو حرف الفي اللي هو السبعة اللي هو عمود سلسال عمود في نفس المكان، واكمل نهاية السطر. واحد اتنين تلاتة اربعة، وصلت كده لنهاية السطر. بروح عاملة على تلات الارتفاع اللي انا عاملة بيهم بأول الشهر عند الماركر، بروح قافلة بمنزلقة، يبقى انا كده اسست الغرزة وده شكلها. هتنزل معايا كده زجزاج زي موج البحر كده مع الرجة. طبعا احنا بننزل بيها بوسع، بنزود على حرف الفي، بنزود عليه عمدان عشان توسع معانا واحنا نازلين. بنعمل تلاتة سلسال وبتيجي سطر جديد من الغرزة، بعمل كل عمود جابني بعمل عليه عمود عن سلاسل الارتفاع، بشتغل اول عمود اللي جنبه واللي بعجيه واللي بعده، بشتغل حرف الفي بنزل فيه واعمل عمود سلسال وانزل تاني بنفس المكان اعمل عمود، واكمل العمدين اللي بعد حرف الفي زي ما انا شغاله بيها في اول صف، مفيش اي تغيير، نفس الطريقة. هيقابلني حرف الفي اللي هو التمانية، بروح عامل عمود باخد لفة وفوت عمود واشتغل على اللي بعدي نفس الطريقة، مش هغير اي حاجة، وعمل عمود على كل عمود جابني، وافضل كده اشتغل على كل عمود عمود. هيقابلني حرف الفي، هشتغل في النص كده عمود سلسال، وفي النص اعمل نفس الطريقة كده عمود على كل عمود. واحد كل عمود جاء مني اشتغل عليه عمود، الشكل ده كل عمود عمود لحد ما اوصل لحرف البيت التاني اهو، بفوت عمود واشتغل على العمود اللي بعديه نعود شكل ده اللي هيديني التعريجة التمويجة بتاعت الزجزيج الشكل ده. اشتغل عمود على كل عمود بقيت كده، هيقابلني حرف الفي الاولاني ده بروح شغل في النص اعمل عمود، بعدين اعمل سلسال وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، ده الزجزاج اللي هو حرف الفي، بعمل عمود على كل عمود شقابين. هيقابلني حرف الفي اللي هو التمانية برضو بخلي بالي واشتغله زي ما هو،
اهو اعمل عمود وافوت عمود وراح اعمل العمود اللي بعده بالشكل. والحرف الفي الاولاني اهو ده اللي هيجيني تعريجه، كل ما تشتغل هتبان اكتر. بكمل بنفس الطريقه، كل عمود يقابلني هعمل عمود واخلي بالي من الحرف الفي اللي هو 7 وحرف الفي 8، ما بغيرش حاجه بعملهم زي ما هما شغالين بيهم. ده اللي هو الفي الفي 7، اشتغل عمود في النص بعمل سلسال وانزل تاني اعمل عمود بلفه في نفس المكان، باخد لفه واعمل على كل عمود عمود كل عمود جابني بعمل عليه عمود. هيقابلني حرف الفيس 8 بفوت عمود، عملت اشتغلت عمود على حرفه بفوت عمود وراح عامله في اللي جنبه عمود. طريقة جي شكلها بين، كل ما نشتغل هتبين كل عمود هشتغل عليه عمود. اخلص السطر وارجع لكم. كده بدأت الغرزة بتاعتنا تبين زي ما احنا شايفين شكلها، زجزاج موج البحر او زجزاج زي ما احنا شايفينها. كل الجيبة طبعا هننزل بيها كده، مش هنغير اي حاجة، هتنزل معانا طريقة كده. قفلت السطر برتفع 3 سلسال على كل عمود، هعمل عمود برضو لحرف الفي اعمله اللي هو 7 والثمانية اعمله زي ما هو، مش هغير اي حاجة. وهي دي غرزتنا اللي هنبني بيها الجيبة كلها لحد ما لحد الطول اللي احنا محتاجينه. هنحبلنا حرف الفي عمود سلسال عمود في نفس المكان، واشتغل عمود على كل عمود جابني. كل عمود عمود لحد ما يقابلني حرف الفي اللي هو 8، هو ده شكله اللي هو الزجزاج من الناحية التانية. اعمل عمود باخد لفة وفوت عمود وعمل عمود على الناحية التانية بالشكل ده. يبقى ده كده، يبقى ده كده نزل لتحت، وده كأن داخل موج البحر تمويجة، تجيني تمويجة زي ما احنا شايفين كده. نكمل السطر عادي، كل عمود ده عمود كل عمود جايبني عمود لحد ما اوصل لحرف الفي اللي هو 7 اهو، بروح عامله عمود في قلبي بعدين سلسال بعدين في نفس المكان اعمل عمود ده شكله. اكمل كل عمود جايبني بعمل عليه عمود لحد ما يقابلني حرف الفي اللي هو 8 من الناحية التانية من هنا. بنركز طبعا واحنا شغالين عشان منفوتش الزجزاج اهو. اشتغل على عمود بعد كده باخد لفة بفوت عمود واشتغل على العمود الناحية التانية بالطريقة دي. كمل عمود 2 وكمل بقية السطر عادي خالص. والحرف الفي هيقابلني اعمل عمود النص اهو سلسال وانزل تاني اعمل عمود بلف، وكل عمود عمود
منساش ناخد بالنا من حرف الفي اللي هو التمانية، هيقابلني اهو ارى عاملة عليه عمود، وياخد لفة وافوت عمود واعمل على الناحية التانية عمود بالشكل ده. بدأت الغرزة تبان اكتر زي ما احنا شايفين تمويجة. كل الجيبة هتنزل بالطريقة دي لحد الطول اللي انا عايزاه. ده حرف الفي اللي هو السبعة، وده حرف الفي اللي هو التمانية، اللي بيديني التعريجة والتمويجة بتاعت الزجزاج او موج البحر كده. نفس الطريقة دي كده كل الجيبة هننزل بيها كده. ان شاء الله اخلصها، اخلص الطول اللي انا عايزاه وهعمل شريط كده منه في كده من الخيط وندكك بيه ونربطها. هرجع لكم ان شاء الله واوريكم الجيبه بعد ما تخلص. ودي الجيبه بعد ما خلصت، وده الطول اللي انا عايزاه. طريقه جي وجه الغرزه زجزاج او موج البحر زي ما احنا شايفين. عملت لها رباط منه في كده اللي هو سلسال على فتلتين، ودككته في الفراغ اللي انا كنت مسايباه فوق، ونضم بيه ونقفل ونوسع لفت الطريقه دي كده. وده الطول اللي انا طالباه، طبعا كل واحد حسب الطول اللي هو عايزه. ودي شكلها ان شاء الله الجيبه تكون عجبتكم وتنفذوها. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكده الطقم كامل، طقم البحر العسل ده، الجيبه والطب، وهو بيبقى كده في اللبس. الجزء ده بيبقى فاضي كده عند البطن. ده الطقم بتاع البحر. فعملنا معاه الشابو العسل ده، يبقى كده طقم البحر كمل.